باين نمشي مع مي مسيه. اهلا بيك. اهلا بيك. انترميديا باش نرجعكم حمرا 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 يقص الطربوش بضعب بضعب بينا باش نرجعكم للجلسه نتاع اللي صارت في البرلمان نهار 3 اللي فات اللي ناقشوا فيها لائحه طالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي من تونس عن مرحله الاستعمار والفتره اللي بعدها. واللائحه هذه تقدم بها حزب ائتلاف الكرامه وبعد مناقشات دامت 15 ساعه صوت البرلمان ضد المذكره هذه. النتائج كانت 77 صوت لصالح المذكره وخمسه ضد وهي تطلب 109 اصوات على الاقل باش تتعدى. دونك انا حبيت نعمل دوره في لي ميديا فرونسي باش نشوفوا خاطر في تونس عملت ضجه الجلسه هذه في فرنسا عملت زاد ضجه اكبر شويه. اول مره نرى كرونيكور بجمهور والله جمهور تصفيق على باش نبداو بفرانس 24 اللي هبطت مقال عنوانه مذكرة تطالب فرنسا بالاعتذار عن مرحلة الاستعمار. نلقاو بين ظفرين الاعتذار عن مرحلة الاستعمار لا تحظى بموافقة البرلمان التونسي. وفي التعاطي على المباشر قال مراسل فرانس 24 في تونس نور الدين المباركي انه اسقاط اللائحة هذه كان متوقع. هو في الحقيقة كان متوقعا بالنسبة للعديد من المراقبين وأيضا الذين تابعوا فعاليات الجلسة العامة التي تمت يوم أمس. كان متوقعا أن لا تحظى هذه اللائحة بالتصويت وأن لا تمر في البرلمان. أما الفرنسيس ما تفاجعوش برشا ليه هما ما معناها ماكرون رقد ليلتها معناتها ليه رقدوا لاباس عليهم؟ ليه الحقيقه انا اللي غاضني اللي تحس فما برشا سخريه حتى انا طلع طن بعض نقول لك انا كيفاش هاو باش نعطيك شنيا حكاو ونجموا نحلوها. دونك باش نرجعوا للو بوان نلقاو مقال عنوانه تونيزي سغابوند بوبوليست او بارلمان شطحات شعبويه في البرلمان. سغابوند هي جايه من شطحه اسبانيوريه اسمها سغابوند بالنسبه لسغازان. دونك الكلمه ما معناها ماهيش بريئه ماهيش بريئه بالكل. الرقصه هكا سغابوند ما نعرفش نوريها لكم. تبدا تشطح هكا تبدا تشطح هكا كان تراو فيها في الكاميرا تبدا تعمل هكا هذيك سغابوند ديما تتلاعب بالشطحات يعني خريف شتوصلوا ديما تبتاع نرميل في رمضان عاودنا شطحتين انا الحق يعطيوني شهاده جماعه حتى الحاج ونفس نرمين صفر على المباشر على الخير هاي كامل هذا العنوان نلقاو في الاتاك ديريكتومون حاجه بما معناها يعني ترجمت رغم خطوره الازمه الاقتصاديه في تونس فما احزاب سياسيه تخير طرح ملفات التقسيم على حساب الاصلاحات لي ريفورم. نتعداو لويست فرانس مقال عنوانه كولونيزاسيون لو بارلمون تونيزيان رونونس دوموندي دي اكسكوز على فرانس. في وسط المقال نلقاو جمله لو تيكست présenté sans débat préalable ni travail de préparation avait peu de chances de recueillir la majorité dans un parlement très divisé. Donc Sahafine نتاع ويست فرانس يتفقوا مع لي كونفرير نتاعهم في فرانس 24 على انه رفض لائحه ائتلاف الكرامه كان متوقع واللي اللائحه هذه تقدمت من غير تحضير. يتفقوا سورتو مع سالم الابيض خاطر التدخل نتاع سالم الابيض عجبني برشا لانه حكى على المؤرخين وقال اذا كان احنا باش نعملوا مش ضد وثيقة تصحيح التاريخ ولكن قال لازمنا مؤرخين يعطيونا الحكايات قبل ما نزلموا على برنامج ولهذا ويست فرانس كروا في علاقة مباشرة مع سالم الأبيض مش كان هما يمكن حتى لو فيغارو على خاطر هبطوا ارتيكل عنوانه لو بارلمون تونيزيان ديبا سور لا كولونيزاسيون فرونسيز وفي الاتاك نتاع المقال نلقاو جو باراغراف تويل على الاخر اما من اهم جملة فيه ان تيكست بريزونتي بار ان بيتي بارتي اسلاميست اي كي ا بو دو شانس دابوتير. Merci May.